القطاع المصرف اللبناني لا يتعرض لضغوط خارجية ولا تعميم لا سري ولا غيره بين المصارف لجهة عدم السماح للمودعين أو التجار السوريين بالتعامل بالدولار الأمريكي بلبنان، ولم يحظر على السوريين إجراء تحويلات أو فتح حسابات بالدولار بلبنان. إنما في لفت نظر من قبل Compliance Committee اللي موجودة ضمن جمعية المصارف على أنه أخذوا قرار الولايات المتحدة بيحظر التعامل بالدولار الأمريكي على بعض الشخصيات وبعض الشركات السورية، ومن هذا المنطلق عاطين لفت نظر للمصارف اللبنانية لجهة أنه الانتباه أنه التعامل بالدولار مانعينه الأمريكان، مش نحن يعني، بس بالنتيجة مانعينه الأمريكان بهالمجال هذا. فلا تحول إذن أموال بالدولار الأمريكي إلى السوريين لندرجة أسمائهم باللائحة الأمريكية. إذا الحوالي بدها تروح عبر المصارف الأمريكية، وإذا هن هالأشخاص سوداء أو هالشركات مدرجة أسميهم على اللوائح الأمريكية، الأمريكان بيقوموا بتوقيفها، وبالتالي نحن من واجبنا أنه ننتبه لهالموضوع هذا من شان ما نخلق لحالنا أو للتجار السوريين مشاكل بهالمجال هذا. وب 15 أيلول صدرت مذكرة عن جمعية المصارف عممت على كافة المصارف اللبنانية، دعت من خلالها المصارف لأخذ المبادرة وأبلاغ هيئة التحقيق الخاصة SIC بكل ما يتعلق بالحسابات وحركة الحسابات العائدة لشخصيات وشركات سورية مدرجة على اللوائح الأمريكية والأوروبية، وإضافة عبارة وجهة السلع على الأبليكيشن عند شحن تجار لبنانيين البضائع للشك بأنها قد تكون منفذة لصالح تجار سوريين وبأن السلع ربما لن ترسو في لبنان، وأيضاً أن تتعامل المصارف مع الموضوع بحسن نية. ويؤكد الوزير مروان خير الدين أنه لتدابير استثنائية ضد القطاع المصرفي اللبناني، وأي حساب لأي سوري غير مدرج اسمه على اللائحة الأمريكية أو الأوروبية يعتبر حساب عادي.